السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا درس جديد اللي هو كيتكلم حول لي زوبيراسيون سيغ لي فاريابل، العمليات المسموح بها داخل المتغيرات. بمعنى عندنا متغير ومتغير، شنو نقدروا باش نقدروا نربطوا بيناتهم بجوج. مثلا ها هو واحد اكزامبل، الغوريثم ابن طوفيل، سميتو ابن طوفيل فاريابل. عندنا 3 فاريابل، خديت اكس اونتي، ايكغاك اونتي، زد اونتي. انا درت واحد الحاجه بلاص ما كتبتو زي اكزامبل واحد على الاخر، درت الالغوريثم الاول، درت اطار بالاسود، وهو اطار بالاسود، وهذا اطار بالاسود. وعلى الالغوريثم الثاني درت وضع اطار بالازرق، وضع اطار بالازرق. يعني انا كنت خدام في الاسود، الازرق هملوه. الوغ نكملو، درت 3 فاريابل في البخومييي كا، اكس اونتي، ايكغاك اونتي، زد اونتي. عطيت الاكس، افيكتيت الاكس واحد القيمة اللي هي 3، افيكتيت الايكغاك اللي هي واحد القيمة اللي هي 6. كيف ما كتعرفو خصنا نحتارمو لو تيب دو فاريابل 3 6 اونتي. زد المتغير زد مبغيتش انا نافيكتيه، بغيت نافيكتيه بواحد دي زوبيراسيون. بمعنى غادي نديرو مثلا زد، درت اكس بلس اي، هادي مثلا زد شحال يولي كيساوي 3 بلس 6، تولي 9. يعني زد تافيكتينا ليه 9، افيكتينا ليه ما افيكتيناش ليه 9 بطريقة مباشرة، وانما غير مباشرة عبر لي زوبيراسيون سيغ لي فاريابل. لوبيراتور هذا هو لا سوم، درت لوبيراتور دو لا سوم، دخلت هنا وحطيت زد. يعني زد افكتينا له اكس زائد ايكغيك، مجموع ديال هاد الجوج. هنا زد افكتينا له اكس ناقص اكس على ايكغيك، نفس الطريقة اكس تقسم على ايكغيك، يعني 3 على 6 هي 1 على 2. زد افكتيت له اكس فوا ايكغيك، يعني 6 في 3 اللي هي 18. هنا زد افكتيت له اكس موان ايكغيك اللي هي موان 3، جو بون ان موان 3 وي. زد كاين واحد لوبيراتور اخر سميتو مود، هاد مود تقدر تشوفو تقدر ما تفهموش اول مرة نشرحو ليكم. هاد مود هو الباقي، مثلا هو الباقي، الباقي بينات القسمة، باقي ديال القسمة. بمعنى مثلا قسمتي 6 على 3، قسمت الى 6 على 3 وما بقى لنا لا باقي لا والو. يعني اكس 6 مود 3 هي 0، 6 مود 3 هي 0. مثلا درتي 5 مود 3، كتجي كدير 5، كتقسم 5 على 3 بطريقة القسمة في ورق، على الورق، على في ورقة. ابخي هذاك الخارج، ماشي الخارج اللي كيخرجك، الباقي، اللي في الجهه اليسريه على الاسفل، هذاك الباقي هو اللي كيخرج كيتحط في النتيجه هذه ديال اكس مود ايكغيك. يعني 5 قسمه ديال 3 كتجيك هي 1، كتجيك يمكن 1 شي حاجه، جو بونس. المهم كتخرج واحد الخارج 1، كيبقى لك في الخارج 2، هذاك هو اللي غتحطو هنا، يبقى لك في الباقي 2، هذا هو اللي غادي تحطو في البلاصه هذه. يعني المود هو الباقي ديال القسمه، الباقي ديال القسمه هذاك هو المود، كتعوض القيمه ديالو كتعوضها في زد. ما بغيتش نشرحلكم الاوبيراتور مود هو الباقي ديال القسمه، سي فاسيل، شدو غير شي عمليه بسيطه وديرو زائد اكس. عادي عادي. الور شوفو دوزيام، هادو كانوا هادو لي زوبيراتور اريتميتيك كيتسماو، يعني المعاملات الحسابيه، نقدروا ندخلو بها بين لي فاريابل. يمكن ندخلو دي زوبيراتور اخرين. شوفوا مثلا، نحيدو من لو كا لو بخومي كا، شوفوا لو دوزيام كا. خدينا اكس شين دو كاركتير، ايكغيك شين دو كاركتير، زد شين دو كاركتير. جينا عطينا الاكس واحد، كيف ما قلت لكم نحتارمو لو تيب ديك عطيناه واحد، افكتينا له واحد شين دو كاركتير اللي هي السلام و ايكغيك عليكم. يعني فرق السلام عليكم، فرقناها السلام عطيناها الاكس، و عليكم عطيناها الايكغيك.
الا بغينا نجمعوا هاد زد هي المجموع ديال اكس زائد واي، عندك جوج حالات، اما جمع بيناتهم بلوبيراتور اريتميتيك بلس، ولا جمع بيهم في لوبيراتور دو كونكاتيناسيون كيسمى جو بونس باغ. دونك تبعهم بهاد لوبيراتور هذا كيعطيك جملة كاملة، كيعطيك جملة كاملة بون السلام وزاد زاد كتساوي السلام عليكم. الو، واحد الحاجة ما يمكنلكش مثلا، عندك الشاندو كاركتر حاجة مثل اوبيراتور واحد اللي كنسمحو به باش نجمعو به عبر لي فاريابل هو البلوس، ما يمكنش دير زاد كتافيكتي لنا اكس موان ايكغيك، يعني نقص السلام وتقسم عليكم امبوسيبل، ولا تقسم السلام على عليكم، ولا دير مود ما يمكنش. بلوس هي الوحيدة اللي كيسمحو بها في الحالة ديال الشانو كاركتر، ولا كيسمحو بهذه وبعد بنفس الدور بحال زيد بحال كونكاتيناسيون. الور سيتو هاد يمكن لخصو هادشي في جملة، هاد لي زوبيراتوار العملية المسبوح بها عبر بين المتغيرات يمكن نلخصوها في واحد الجدول اللي هو هذا. مثلا كان عندنا اونشي كدير له لاديسيون هي الجمع، يمكن دير الجمع مثلا عندك جوج متغيرات، متغير اكس ومتغير ايكغيك من نفس النوع اللي هو اونشي، يمكن دير بينات هذوك اكس واي دير بيناتهم زائد، يمكن دير بيناتهم ناقص، يمكن دير بيناتهم ضرب ملتيبليكاسيون، يمكن ديفيزيون ديفيزيون اونتي. هادي ما عرفتش بالضبط كيرا شنو الموضوع اللي شرحت لك بعد قبيله. هادي اس هادي اصغر، هادي اصغر من هادي، تساوي هادي اكبر، هذه أكبر، هذه أصغر، هذه تساوي، هذه أكبر، هذه أصغر من أو تساوي، هذه أكبر من أو تساوي، هذه تخالف، عقلوا عليها، هذه راه تخالف، يعني تخالف. المهم هذو هما لي زوبيراتور اللي كنا نديروهم، على لي زونشي ركين عشان يريرو كاركتر تكتشفوهم بوحديتكم. كل تيب عندو لي زوبيراتور ديالو اللي كان صايبو بيناتهم، ربطو بيناتهم فاريابل، ربطو مع فاريابل باش يعطينا واحد ريزولتا وحدة أخرى كنقلبو عليها هنايا. سي فاسيل هادشي. المهم سير الدرس، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.